السلام عليكم. إذا في التمرين هذا غنشوف إن شاء الله كيفية حل نظمة تحتوي على اللوغاريتم النبيري. إذا السؤال يقول حل في إر كاري النظمة x زائد y تساوي 9 و ln x زائد ln y تساوي ln 15. إذا أول خطوة لحل النظمة هي تحديد مجموعة تعريف النظمة، يعني فين معرفة النظمة. إذا بالنسبة للنظمة فإحنا عندنا متغيرين، متغير x والمتغير y. اذا خصنا نعرف فين كينتمي، يعني المجموعه اللي كينتمي لها المتغير x والمجموعه اللي كينتمي لها المتغير y. اذا النظمه معرفه اذا احنا عندنا ln x، يعني x ستكون موجبه قطعا، اذا x اكبر قطعا من الصفر و y كذلك اكبر قطعا من الصفر، وبالتالي مهما يكون يعني إذا مهما يكون x y كتنتمي، إذا x كتنتمي لصفر بلس لانفيني و y كتنتمي لصفر بلس لانفيني. إذا دابا بالنسبة للنظمة، أول حاجة كنحاول نبسط النظمة. كنعرفو في العلاقات بأنه الألين ديال x زائد الألين ديال y راه هي الألين ديال x في y. إذا النظمة تكافئ x زائد y تساوي 9 ln ديال x y تساوي ln ديال 15. إذا x زائد y تساوي 9 ln ديال x y كيساوي ln 15، كيعني بأن x y كيساوي لنا 15. إذا دابا لقينا النظمة وبالتالي كيسهل عليا، يعني بسطنا النظمة كيسهل علينا أننا نحدو x و y. إذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو طريقة التعويض، يعني غادي نحسبو x بدل y في النظمة الأولى في المعادلة الأولى ونعوضو في المعادلة الثانية. إذا عندنا x تساوي y كنديوها في الطرف الثاني كيرجع لنا 9 ناقص y x. إذا كنعوضو x بالقيمة ديالها في المعادلة الثانية، إذا x هي 9 ناقص y، إذا كانت عندنا x عوضناها بالقيمة ديالها. إذا y تساوي 15. إذا دابا شنو غادي نديرو؟ غناخد هاد المعادلة اللي فيها مجهول واحد وغادي نلقى المجهول y. إذا 9 ناقص y مضروبة في y تساوي 15. إذا غادي نديرو الجداء، 9 في y هي 9 y، ناقص y في y هي ناقص y مربع، و 15 غديوها حتى هي الطرف الأول غتولي ناقص 15 تساوي 0. إذا غادي نضربو في ناقص باش نبسطو شي شوية الكتابة، غادي تولي y مربع، إذا غنضربو في ناقص واحد غتولي y مربع ناقص 9 y زائد 15. إذا هنا خصني ندير معادلة من الدرجة الثانية، يعني كنديرو دلتا باش نلقى حلول المعادلة. إذا دلتا شنو كيساوي لنا؟ بي كاري ناقص 4 ا سي، أي بي كاري هو المعامل دي إكريك اللي هو ناقص 9 أس 2 ناقص 4، ا هي 1 سي هي 15. إذا ناقص 9 أس 2 هي 81 ناقص 4 15 60، أي تساوي 21. إذا دلتا كيساوي لنا 21، أي جذر دلتا كيساوي جذر 21. إذا المعادلة تقبل حلين، الحل الأول y تساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ. إذا ناقص ب يعني ناقص ناقص 9 هي 9، ناقص جذر 21 على جوج أ، أ هي المعامل ديال y وبالتالي 1، إذا على جوج، أو y كتساوي لنا ناقص ب زائد جذر دلتا على جوج أ، أي 9
زائد جذر 21 على 2. إذا لقينا إكغيك يمكن لها تساوي عددا، وبالتالي غنرجع لهذه المعادلة هذه وغادي نعوض إكغيك. إذا لدينا لقينا إكغيك تساوي إما 9 ناقص جذر 21 على 2، أو إكغيك تساوي 9 زائد جذر 21 على 2. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخد هاد المعادلة هذه اللي فيها علاقة ما بين إكس و إكغيك. إذا لقينا إكغيك أنا غنحسب إكس بدلالة إكغيك ونعوض إكغيك بالقيمة ديالها. إذا لدينا إكس تساوي 9 ناقص إكغيك، إذا غنعوض إكغيك بهاد القيمة في هاد الحالة وفي هاد الحالة. إذا نبداو بالحالة الأولى، إذا نكتبو هادي هنا، إذا إكس تساوي 9 ناقص إكغيك. إذا في هاد الحالة إكس تساوي 9 ناقص هنا هو، إذا 9 زائد جذر 21 على 2. إذا شنو عوضنا؟ عوضنا إكغيك بالقيمة ديالها، هاد القيمة هادي. أو إكس تساوي، دابا نعوض إكغيك بهاد القيمة، 9 ناقص 9 ناقص جذر 21 على 2. نطبق الحال إكس و إكغيك. إذا عندنا هنا إكس تساوي، كنوحدو المقامات، المقام واحد هو جوج، إذا 18 على 2 ناقص 9 زائد جذر 21 على 2، أي إكس تساوي 18. إذا 18 ناقص ننتبه ناقص هنا هذا العدد كامل، وبالتالي ناقص ناقص. إذا 18 ناقص 9 هي 9 ناقص جذر 21 على 2، و إكغيك كتساوي بطبيعة الحال 9 زائد جذر 21 على 2. إذا هذه بالنسبة للحل الأول. الحل الثاني بنفس الطريقة، غادي نحسبو إكس. إذا غادي نوحد المقامات، هي 18 على 2 ناقص 9 ناقص جذر 21 على 2. إذا 18 ناقص 9 ناقص مع ناقص 9 اللي زائد 21 على 2. إذا 9 زائد 21 على 2، و إكغيك تساوي 9 ناقص جذر 21 على 2. إذا النظام تقبل حلين. إذا الحلين النظام هما إس، إذا إكس إكغيك، إذا 9 زائد جذر 2 على 2، و 9 ناقص جذر 2 على 2، إذا هذا الزوج هذا، وكذلك الزوج الثاني اللي هو 9 ناقص جذر 21 على 2، 9 زائد جذر 21 على 2. إذا بطبيعة الحال في التالي راه ممكن نتأكد من الحلين بالتعويض ديالهم في النظمة، وخاصة بطبيعة الحال النظمة تكون محققة.